انطلاق موفق اعزاء الجمهور والحضور الكريم. 9 من الجياد العربية الاصيلة، تفكير من وسط الجياد ومن الجهة الخارجية عفريتة وادوار بيدورز، محاولات ايضا للجواج الذهب السادم قرن ستيفان لجاج من وسط الجياج وسوند السولي وجيرالد افرانش وتخطف الصدارة. جذاب السادم قرن وستيفان لجاج من الجهة الداخلية، الشرس ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والبرتو سنة من وسط الجياد. والترتيب الثالث هناك رودان المهندس وسام عمر الدفع ومارفين سولن في وضع اليد من وسط مصطفى منتصف الجياد. غبة بحر الشقب ريسينج والقطري فالح بوغنيم والعفتير فريدة من الجهة الداخلية الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم وإدوار بيدوز. نقطة الألف متر والصدارة الثنائية شرس وجذاب، شرس والفارس البرتو سنة وجذاب ستيفان لجاج في عزاد من الجهة الخلفية والجواد رودان ومارفين سورلان والعفريتة بشكل جميل وغبة بحر من وسط الجهة تبتعد الصدارة. جذاب وشرس بشكل جميل وقوي والإعازات والقادم ميسوندي سوني ملك مربط إنجاز وهاري بنتلي المنعطف ما قبل الأخير اتجاها إلى منعطف الأخير. فارق الطول ميسوندي سوني وهاري بنتلي المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية وشرس بشكل شرس. جذاب وستيفان لجاج من الجهة الداخلية والمجهور من الجهة الخارجية في وضع اليد ميسوندي سوني هاري بنتلي ومربط إنجاز والمجهور عبد الله محمد عبد الله العطية، ولكن ميسوندي سوني بشكل جميل وقوي مربط إنجاز وهاري بنتلي والأمتار الأخيرة والمجهور في الترتيب الثاني. في الترتيب الثالث هناك الجواد تفكير رقم 4 خليفة بن إسماعيل. ونتائج الشوط السادس أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد ميسوندي سوني ملك السادة مربط إنجاز والفارس هاري بنتلي والمدرب جاسم الغزالي بتوقيت وقدره 2:06:13 من الثانية. مبروك في الترتيب الثاني. جاء الجواد رقم 2 المجهور ملك السيد عبد الله محمد عبد الله العطية والفارس كارول فيتشي. وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 4 تفكير ملك السيد خليفة بن إسماعيل بن خليفة الكواري والفارس بيير كونفرتينو. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 3 شارس ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والفارس ألبرتو سنة. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 6 فريتا ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني آل ثاني والفارس إدوار بدورس. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفوا الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة ما تبقى من السباق.